دخلت في التعريف مع أن فيه خلاف بين العلماء كثير في اعتبار تفسير التابعين من المأثور أو من المأثور غير المأثور، والراجح أنه خارج عن تفسير المأثور. هذا في حجيته يا دكتور، بس أنا ذكرته على أنه يدخل تحت التفسير المأثور. لو جبت بقى تعريف صحيح قلت يعني غربلت هذا التعريف ورأيت هل يدخل أو لا يدخل، وحققت هذه النقطة. طبعا أنت نقلت كل الخبية من عدة مراجع ولم تستعمل كلمة انظر ولا العلامة اللي قلت لي عليها، النجمة اللي قلت لي عليها. لا قلت انظر لأنك لم تنقل بالنص. المفروض تضع العلامة. فلم تضع العلامة ولم تضع كلمة انظر في هذا، علما بأن هذه المراجع المشار إليها في الهامش نعم. كان النحو منها بالمعنى والتصرف وليس بالنص كذلك. نعم. برضو جبت لي حتة علمية وأظهرت رأيك فيها بصرف النظر عن كل صحة أو خطأ، ولكنك لم تبين من أين جئت بها. التفسير بالرأي المحمود هو التفسير بالرأي الموافق لكلام العرب مع الموافقة في الكتاب والسنة ومراعاة الشروط التي يجب توافرها للمفسر. منين جبت الكلام ده؟ كل المراجع اللي أنا ذكرتها في الأخير أجملت المراجع وهذا هو الخطأ، لأن هي تكاد تكون متفق عن هذا الشيء. التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالرأي لما لا يوافق كلام العرب أو لا يوافق الكتاب والسنة نعم. أو غير مستوف للشروط. هذا كلام السيوطي والزركشي. لا يجوز أنك ما تكتفيش بمراجع عامة كده، ولكن لابد أن تذكر مع كل نقل ما نقلت منه المرجع اللي نقلت منه. طيب دي صوت عندك في ال 14 في 16 حكمت حكما فيه بعض التجلي على بالنسبة لمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، بتقول إيه؟ وقد تكلم الكثير في كلمة التفسير المقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في الواقع نظرة سطحية، يعني اتهمتهم بأن نظرتهم نظرة سطحية، ولكن ليست نظرة سطحية ولكنها نظرة واقعية، لأن الرسول فعلا لم يفسر القرآن كله، وإنما فسر ما سئل عنه، والباقي ظن أنه مفهوم للصحابة جميعا، لأن الصحابة كانوا اللي يعثر عليهم أو يصعب عليهم فهم شيء يسألون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما لم يسألوا فهو مفهوم لديهم، فالرسول على هذا لم يفسر كل القرآن. نعم يا دكتور. نعم حضرتك، التفسير بالمأثور إذا كان يعني المفردات، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر المفردات كلها، وإنما هم فاهمين فسر بعض المفردات. نعم. وأما تفسير القرآن بمعنى توضيح معاني الآيات النازلة، فأنا يعني جميعها آية آية يكاد يكون كلها، من باب أنه يعني أنا قلت الآن أن القرآن يتحدث عن العقيدة في الله والملائكة والأنبياء والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر، هذه أخذت جانبا عظيما من أحاديث الرسول عليه السلام. هذه وكل القرآن؟ لا، ما أنا قلت ثم وقدر آخر يتحدث عن العبادات والأحكام الشرعية مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم والنكاح والطلاق والبيع والطعام، وهذه أخذت قدرا كبيرا أيضا من أحاديث. لماذا اختلف الصحابة في بعض ذلك في تفسير بعض الآيات؟ في بعض الألفاظ يا دكتور. لا، في بعض الألفاظ. الآن مع كلمة فاضل يا دكتور، كلمة فاضل. لهم الصواب أن الرسول لم يفسر القرآن كله. ليه؟ هو كان ممكن يفسر القرآن كله ولم يعجز عن ذلك، بس هو عايز يتجلى إعجاز القرآن على مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن لو فسر الرسول القرآن كله من ذا الذي يفسر بعد الرسول؟ مين اللي يفسر بعد الرسول إطلاقا؟ كان حيسد الباب، لكن هو فسر ما احتيج إليه وترك الباقي لعلماء الأمة إلى أن تقوم الساعة. في كل عصر يستخرجون إعجاز القرآن ويتجلى إعجاز القرآن في كل وقت وفي كل حين، وهذا من مقاصد سبحانه وتعالى أن يظل إعجاز القرآن باقيا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما تقول نظرة النظر السطحية هي برضو فيها شيء من التجلي عليه. أكل 21 شوية. أنت رددت ما يقوله الجهلة في تفسير الإمام الرازي دون أن تعلق عليه، وإيرادك لهذا القول على هذه السورة يعني أنك راض عن ذلك.
فهل هذا القول صحيح ان تفسير الرازي فيه كل شيء الا التفسير؟ انا ما علقت عليه، انا علقت لكن طبعا راضي، بس لا انا مش راضي. مع انك لم تستفد في رسالتك بتفسير مثل تفسير الرازي. هذا كلام انت تقول، ولذلك قال بعض العلماء برضه بتبينهم، مش انا يا دكتور، فيه كل شيء الا التفسير، هذا نقلا عن السيوطي. ايوه تعلق عليه يا شيخ. ايوه 21 تعلق عليه، تعلق عليه تقول لا يا شيخ فيه التفسير وفيه العلم وفيه العقيده وفيه كل شيء، يعني لا لا بد ان تعلق عليها وتبرأ عن شيخك. هذا الكلام قال بعض العلماء فيه كل شيء الا التفسير، فازاي يا شيخ يرجع للراز؟ نعم، فكان يجب ان تقف لك وقفه هنا وتقول هذا شيء ليس صحيحا، هو منسوب الى البعض العلم ولكنه حقيقه كذا وكذا وكذا. وهنا وقع طيب في 23 اقرا اول بيت من البيتين للرازي. ايوه نهايه اقدام العبادة عند اقدام لا نقل عليه. أنا قرأتها حفظا وجئت بها الآن. في 27 في السطر الثالث، وما حدا الله به صاحبه من شرف التربية. ماذا تعني كلمة صاحبه؟ صاحب العلم هذا، إنما ممكن أقرأ أن التفسير والتفسير المنسوب إليه، يعني صاحب هذا التفسير. إن كنت تقرأ تعني صاحب هذا التفسير. نعم. يعني ابن عباس. طيب أنت أبطلت النسبة إليه في السطر الثالث، بتقول ولكن لا تصح نسبته له، فكيف تبطل نسبته في السطر الثالث وتنسبه في السطر الرابع؟ هذا على سبيل المتوارد عليه. لا طب يبقى إبطالك له ليس صحيح. نعم، قل وما حب الله به من نسب إليه. تكاد تغير يا درجة. غير هذا، لأن في كلمة تناقض هكذا. بالألف. بالألف. مفهوم يعني. خلاص. طيب انتقل إلى الأصل. صفحة 2 من الأصل. ثلاثة. اقرأ أول رواية عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم. حل؟ نعم. ازاي ده؟ وانت طبقتها حتى للفتح. نعم. حل بالكسر، يعني وقت حلول الدين. نعم. من حل بالفتح. حل بالفتح ما تنفعش، انما بالكسر حل دينهم، اي وقت حلول دينهم. نعم. حتى انا قلت لك يعني مصادر حل العقده. يحلها من باب رد يرد، وحل بالمكان حلولا نزل، والمحل المكان الذي يحل به، والحل بالكسر الحلال ضد الحرام، ومحل الدين أجله ومكانه حتى يبلغ الهد. محلة فلما تحجب النية أحلة. وحل الدين يحل بالكسر حلولا وحلا ومحلا جاء وقته. في صفحة 10 ذكرت في المناسبة رأيين أحدهما لأبي حيان والآخر للبقاعي، ولكن لازم لنا أي هذين الرأيين أرجح في نظرك؟ والله في الحقيقة ما أطلت بترجيح أحد الرأيين، لأن ده دورك هنا الموازنة والترجيح ليس النقل فقط. تفسير بالمأثور أنا عرفت ذكر فقط الأشياء هذه على بيان على يعني أساس. لا ما دام جئت بشيء تبقى تلتزم به، ما جبتش به يبقى أنت في حل منه. ما دمت قد أتيت بآراء للعلماء لابد أن توازن بينها وترجح، دي مهمة الباحث. أن ترجح وتؤيد وتدلل وترجح بناء على دليل وهكذا، ولكن جبت من اثنتين واحدة للبقاعي وواحدة لأبي حيان، كان يجب أن تقول ومناسبة فلان أوقع وأدق وأليق بالمقام كذا وكذا. دي مهمتك انت لابد ان ترجح. في صفحة 20 الملاحظة اللي قلت لك عليها هي شيخ محمد. نعم. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتي بيوت من ظهورها بالسطر. نعم. ولكن البر من اتقى في سطر، وأتي بيوت أبوابها واتقوا الله له في سطر ثالث. نعم. ما هكذا يكتب القرآن يا شيخ.
ما هكذا يكتب القرآن، ولكن لابد أن يكتب متواليا احتراما وتقديرا وتجلة لهذا الكتاب العزيز. صفحة 20، شوف يا شيخ 25 من خلال المناقشة التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري، تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موافقا لقريش على ما كانت عليه من استثناء نفسها من هذا المسلك، الخروج من الأبواب ودخول البيوت من الأبواب دون سائر الناس الذين يدخلونها من الزهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: ما حملك على هذا؟ كأنه منكر عليه دخول البيت من الباب، يقول له: ما حملك على هذا؟ فقال له الرجل الأنصاري: رأيتك تدخل فدخلت. فقال له: إني أحمس، أي من قريش. فقال الأنصاري: إن ديني ودينك واحد. فأنزل الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق قريشا على دخول البيوت من الزهور بنقطة هذه الرواية. وأولا الرواية هذه أنا ناخذها أسفل أنها ضعيفة. أيوة أصلا، والرسول عليه السلام كان ينكر على الحمص وكان يخالفه. ثم قلت في صفحة 33: وكان النبي يخالفهم. أيوة، قبل أن يبعث. هذا نقد للرواية. طيب، وهل وافقهم بعد أن بعث؟ يعني من باب أولى طبعا، لابد تبين. يعني لابد تبين حتى قبل. طب ما هو ده الأثر ده بعد البعث. هذا ضعيف. كان يجب يعني تبين إنه المناقشة دي شاملة للشاملات. شاملة. وافقهم بعد ذلك، ثم صح له الله سبحانه الأمر. 48 عين الصفحة الزائدة، الصفحة الزائدة عندي 48 أنا 48 ده غلط من المجلد بقى، ربنا يسامحه. هاتلي 54 بتقول هنا: وفيما ذكره المفسرون قديما وحديثا مباحث. كلاهو بالعموم كده. وفيما ذكره المفسرون قديما وحديثا مباحث، بصيغة العموم. هل هذا العموم منضبط؟ يعني هل كان المفسرون قديما وحديثا قالوا ما حكيته بعد ذلك؟ ليس كلهم، يعني بعضهم قال بعضهم. بعضهم قال كذا وبعضهم. طيب ما تقولش بقى قال المفسرون بصيغة العموم. قال بعض المفسرين قديما وحديثا، لان اللي قال في القديم البعض واللي قال في الحديث البعض، يبقى قال بعض عشان يكون حكم تخيف. فمن قال فيما حكيته اولا البعض، واللي قال ثانيا البعض، والعباره لا تفيد ذلك ولكن تفيد العموم. فغير الله يجزيه خير. 57 في قضيه النسخ برضو تسارعت في الحكم على الغير بالقسوه من غير داعي. بتقول: أما قضية النسخ فالحديث فيها يطول إلى آخر، ولم يحصل ذلك، أي قول النسخ، إلا من جاهل أو مكابر. إنكار لا، فأنكر النسخ جملة وتفصيلا. يعني هذا يا دكتور لو سميت واحد فقط في تاريخ الإسلام اللي معروف بأنه أنكر النسخ جملة وتفصيلا. إحنا في الموضع اللي معانا. ما هو ده نفسه. أي في الموضع اللي معانا. أقرأ لحضرتك. أي اقرأ. أما قضية النسخ فالحديث فيها يطول وذو شجون. أيوة. ولا شك في حصول النسخ في الكتاب والسنة، إلا أنه قد توسع فيه البعض توسعا غير مرضي. أيوة. كما شذ من شذ. ولم يحصل ذلك. فأنكر النسخ جملة وتفصيلا. طيب من أشياء يعني ليش حكم عليه كده هكذا يا شيخ محمد؟ إنكار النسخ جملة وتفصيلا. لا، هو له وجهة نظر، هو له وجهة نظر في إنكار النسخ أو 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 تسميته بشيء آخر، تخصيص أو شيء من هذا القبيل، لكن ما أحكمش عليه كده إلا من جاهل أو مكابر في رسالة علمية. هذا الذي قال بعدم النسخ له وجهة نظر علمية واحترمه العلماء وله وجهة نظر نقشوه فيها، انما ما اقولش ان المجاهر او المكابر لهذا الحكم كده. الذي انكر النسخ، لا، الذي انكر جمله وتفصيلا، كما شذ من شذ ولم يحصل ذلك الا من جهل او مكابر، فانكر النسخ جمله توسعا غير. كما شذ من شذ، إلا أنه قد توسع فيه البعض توسعا غير مرضي. انتهى كما شذ من شذ
ولم يحصل ذلك إلا لله أمثال. يا دكتور، انتهت الجملة عند مرضي، ثم قلت وما كما شذ من شذ ولم يحصل ذلك إلا من جهل أو مكابر، فأنسخ في الإنكار، فأنكر النسخ جملة وتفصيلا بعدها. هذه جملة اعتراضية بسرعة. يعني لو سمحت يا دكتور، لو تركنا الجملة ولم يحصل ذلك إلا من جهل أو مكابر، هتم كلام كما شذ من شذ فأنكر النسخ جملة وتفصيلا، فاعترضت. يعني يصنح العبارة، يبقى تعدل في العبارة، يعني عشان تبقى العبارة ب 66. نعم في 66 تعليق جميل ورؤية دقيقة يحمد عليها الباحث، القول في هذه الآية في صفحة 66، اقتلوهم حيث قفتموهم، تعليق على القول السابق، تعليق جميل صفحة 66، تعليق جميل ورؤية دقيقة وصواب. نعم، على قوله تعالى اقتلوهم حيث قفتموهم. آية 106 في آخر الفقرة الأولى، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم، عوقبتم به. طيب ماشي، صوت التصويت. نعم ماشي. برضو في صفحة 123 في الشهر الحرام بالشهر الحرام، برضو مناقشة جميلة ومفيدة لكلام العلماء في هذا الأمر. صفحة 123 أنا هستفي بالهام فقط. 151 يعني ألاحظ أن لك رغبة أكيدة في تدوين المراجع، المحتاج إليه وغير المحتاج، الأصيل وغير الأصيل. فمثلا في هذا المقام في هامش 42 قلت لي أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي من طريق كذا، وابن ماجه من حديث عمرو ونحوه، وابن السعدي في تيسير كريم الرحمن. إذا هل ذاك الحديث؟ لا، أنا أذكر لحضرتك السبب. أنا قلت أن أنا سأذكر الرواية وأدلل على دخولها تحت تفسير الآية بكلام أهل التفسير، فأنا ما وجدت من المفسرين القدامى من ذكر هذا الحديث تحت الآية كابن جرير وابن أبي حاتم، فذكرت المفسرين المحدثين ابن السعدي ومنهم ابن السعدي وسيد قطب وابن العربي. بدأت بابن العربي، ذكره ابن العربي وابن السعدي وسيد قطب، حتى أدلل أنها يعني أن هذا الحديث قد ذكره بعض المفسرين. أنت بصفت ذكر كتب بسنة، ما ذكرت التخريج وانتهيت منها الآن. ثم بعد ذلك ذكرت مثل ما أذكر فوق، ذكره السيوطي، لم يذكره السيوطي، ذكره السيوطي، ما وجدت لا في الدر المنثور ولا في ابن كثير ولا ذكره ابن جرير ولا لا يفيد ذلك يا شيخ محمد، لا يفيد ذلك في كتب السنة الأصيلة. لا، بس ممكن يقال لي من قال لك أن هذا الحديث يدخل تحت تفسير هذه الآية؟ فأقول ذكره من ذكره. هو البخاري لما ذكره ما ذكروش في تفسير الآية؟ مش في التفسير، خرجه فقط، أخرجه في الصحيح، مش في قسم التفسير. لا، في كتاب مثلا الإيمان، في كتاب كذا، مش في قسم التفسير برضو. ما يعني بدل مذكور في كتب السنة ويدخل بداية ومن أول وهلة في تفسير الآية، يعني لأنك لما تمشي في كتب سنة يبقى كلها كتب سنة، كتب تفسير يعني كتب تفسير. نعم، لأن رأيت أن هذه الكتب غريبة في وسط كتب السنة. نعم، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وكذا وكذا، وعمل يقول لي ابن السعدي في تفسير تيسير الرواية الرحيم، ده كتاب حديث جدا. نعم، في تفسير رجل سعودي في المملكة العربية السعودية. 164 عند قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سلطة وقلت في هذا المقام، وذكرت الآثار الواردة في الآية وتفسيراتها عند مختلف العلماء، ولم تكتفي بالآراء الواردة بل جبت آراء اجتهادية بعد كده لبعض العلماء، يعني ما مشيتش على نمط الدر نمط التفسير المأثور، ولكنها جبت برضو آراء اجتهادية. كان جديرا بك أن تقتصر على دراستك بالآثار ولأن ترشد إليه من أوجه في تفسير الآية، وكان عليك عندما قلت في صفحة 158 وفي الآية مباحث الصفحة اللي فاتت،
أن تكون مباحثك من خلال الآثار اللي أنت جبتها، ليس من خلال آراء علماء اجتهاديين، لأنك أنت حملت على تفسير الرأي أولا وقلت ما ينفعش. الواردة في الآية لا من هنا ومن هناك كما فعلت هنا كما فعلت هنا، وبعض هذه المباحث جيد ويحمل دلالات علمية أو تصويبات لبعض الآراء أو تعقيبات على بعض الآراء بصورة جيدة، وهناك دليل بسيط جدا على هذه الأقوال التي سردتها في صفحة 164 مستفاة من الآراء السابقة. فيعني ولكن فيه النقطة اللي عايز أكلمك فيها، قولك في صفحة 165 اقرا كده السابع في آخر الصفحة، ذكر الشوكاني رحمه الله مرة أخرى كلاما غير مقبول. شوف كلاما غير مقبول على الشوكاني، لأن اتهم أبا أيوب غير على الصحابة، اتهم أبا أيوب الأنصاري ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر الحامل إزاي ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر، إزاي اعتبر يعني كده أسلوب ركيك، يعني أبا أيوب الأنصاري ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر، يعني مش لازم تقصد إيه يعني، وضحها لي كده. اتهم أبا أيوب، يعني الشوكاني رحمه الله اتهم أبا أيوب وكل من وافقه في قضية الإنكار على اعتبار الحامل على الجيش. طب ما تقول كده يا أخي، ما تقول كده بدل يفوت دوران في العبارة. العبارة ملتوية. فاتهم أبا أيوب ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر الحامل على، شوف على كم مرة في سطر واحد، على ثلاث مرات في سطر واحد. اتهم أبا أيوب والموافقين له، أيوة، المنكرين على من اعتبر، لا صلع من خده، والموافقين له، أيوة، المنكرين على من اعتبر الحامل على الجيش وحدهم من يدخل تحت الآية. نعم طيب. بأنهم ظنوا، الشوكاني بيقول بأنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سرها، وقال وهو ظن تدفعه لغة العرب. نعم يعني هو عايز يوسع الأخذ بالآية، يقول على أبو أيوب والصحابة اللي معها دكتور، يقول ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، الصحابة ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، يعني أنا اللي أثارني أيضا طريقة الكلام على الصحابة، ثم قال ظنوا تدفعه لغة العرب، هم أهل اللغة وهم أهل البيان، ممن تعلم الشوكاني. لا هو من رأيه مش قصد تحامل على أيوب الأنصار، مش على أيوب الأنصار. وبعدين يعني أنت بعد كده أردت أن تحمل الآية على معناه، أن تحمل جزء الآية ولا تلقوا بجزء التلقى على معناها في الآية فقط. نعم. كيف ذلك؟ لأنها مرتبطة بما قبلها وبعدها بالسور. طيب وفين العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب؟ نعم فيه. هو الآن عبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب. أنا ذكرت النص دي أن أيوه. لا يتعارض مع القاعدة المتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن لابد من الأخذ بترتيب الآية. قلت كده. نعم. طيب إزاي بقى؟ يعني إذا ما أقدرش، أولا جزء الآية له في آيته معنى، ولو سلقته عن آياتي يكون لها معنى ثاني. نعم. طيب. طب كيف أسلم عن آياتي؟ أقول لك يا سيدي. أقول لك. لو قلت لك احذر إن مرض الإذ الآن أو ما يسمى بنقص المناعة مرض خطير، فإياك وهذا المرض الذي ليس له علاج حتى الآن وليس له دواء، ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، أكون أخطأ؟ لا، هذه اللفظة التي ذكرتها في درسك ستعتبر يعني مقتبسة من القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مثلا وفاطمة، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن الآية نزلت، ما الذي قصد بها وما الذي وتوجيه؟ هي لها في المعنى، هي لها في الآية معنى ولها في كل موقف معنى. نعم، لا في كل موقف معنى، ما تقولش ما أقدرش أفسخها عن الآية. لا، القرآن هو إعجازه أن كل جملة في الآية لها معاني داخل الآية وخارج الآية، داخل الآية وخارج الآية. لا، نص النص، نفس النص، يعني هذا ما أقدرش أحصر قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة على الإنفاق بس في سبيل الله. لا، كل شيء يخاف منه أن يهلك الإنسان أو يؤدي إلى مفاسد أو كذا أو كذا، يذكر فيه قوله تعالى التحذير بقوله ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. أنا ناقشت لك.
هو الدليل يا دكتور صح؟ طيب هو الدليل ما سبق وما لا مقتنع لا نستفيد من أستاذنا 164 166 أنا خلاص هي نفس الوضع 196 لما تيجي تخرج الحديث يا شيخ محمد طبعا من البديهي أن تقدم الكتاب صاحب اللفظ نعم التزمت بذلك ولا لا؟ حاولت التزم لا لم تلتزم أنا حاولت لم تلتزم الأثر 51 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدت أمي قلت أخرجه أحمد واللفظ مش بقى نعم. هذا اللفظ ليس مسلم أحمد ففي بعض هذا الفرق 144 جهنم يصلونها فبئس القرار هي وبئس آخر آخر آية صفحة 46 برضو قبل الآخر 5 أسطر فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون صفحة 47 هل ينظرون إلا الساعة صفحة 7 إلى فهل ينظرون صحبه فهل ينظرون الى الساعه سوره محمد فهل ينظرون هذه الزخرف سوره محمد لان عندنا الزخرف ولا هي سوره محمد سوره محمد سوره محمد فهل ينظرون فهل ينظرون الى الساعه طيب هذا بعض ما اردت اساءه وهذه الملاحظات لا تقلل من اهميه الرساله فالبحث جيد وهام وفيه جهد مبذول وسعي مشكور يحمد عليه صاحبه وأرجو له من الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أكرمك الله دكتور جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذه المناقشة الجادة المثمرة والتي أضافت إلى البحث ما يكتمل به البحث ويمكن أن يصل إلى درجة علمية ينتفع بها إن شاء الله ينتفع بها صاحبها وينتفع بها كل من يطلع عليها بهذه المناقشة الجادة والمثرية للبحث نشكر أستاذنا الجليل الذي أفاض علينا وأفادنا وأفاد الرسالة وصاحبها وكل من استمع إلى هذه المناقشة العلمية والموضوعية الجادة والآن مع أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد العاطي الأستاذ الذي يتميز بعلمه الغزير وموضوعيته القيمة في مناقشة الرسائل عامة والذي يتميز في قسم التفسير في كلية أصول الدين بشخصيته التي تفرض على كل الأبحاث التي تناقش والآراء التي تعرض فنستفيد من هذه العقلية العلمية ومن هذا العلم الفياض من أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد العاطي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين الذين وقفوا حول حضرته صلى الله عليه وسلم كالذهب الإبريز لا تزيدهم النار إلا صفاء ونقاء وكالحديد الصلب لا يزيده الصهر إلا قوة وصلابة وبعد فالحقيقة إن أستاذنا الدكتور محمد البحيري أغناني الكثير عن المناقشة ولعلكم كنتم تلاحظون أني أشطب معظم ملاحظاتي على الرسالة ولكن ما بقي إلا شيء يسير من الملاحظات التي معظمها ملاحظات شكلية وهذا في تقديري
الحقيقة الرسالة فيها جهد كبير وفيها عمل طيب، تقدم للمكتبة الإسلامية جهدا كبيرا في فن التفسير وعلوم القرآن الكريم والحديث ومصطلحه، ولكن الكمال لله وحده، فكل عمل ابن آدم لا بد فيه من جهة نقص، مهما جد ومهما اجتهد ومهما ثابر في العمل فلا بد من النقص الذي يعتريه. نبدأ مع الشيخ محمد رزق ببعض الملاحظات. نيجي في الشيخ محمد في العنوان بتاع الرسالة. طبعا احنا لازم كمتخصصين في دراسة القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم لازم نعرف يعني ايه هي الكلمات اللي تكتب بالتاء المفتوحة والكلمات اللي تكتب بالتاء المربوطة. أستاذنا أشار إلى أنك كتبت في كثير من الرسالة الكلمات بالرسم الإملائي وأهملت الرسم العثماني، وهذا يعني ملحظ طيب، ولكني أشير من هذه الزاوية إلى نقطة لابد منها في عنوان الرسالة. بتقول التفسير بالمأثور من أول قوله تعالى يسألونك عن الأهلة إلى قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، في عنوان الرسالة من سورة البقرة رحمة الله، دي أنت عارف كلمة رحمة 5 مرات في القرآن الكريم كله تكتب بالتاء المفتوحة، وكلمة رحمة بعد كده في القرآن الكريم كلها بالتاء المربوطة. ولذلك يقول الشيخ ابن الجزري رحمه الله ورحمة التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هودي كافي البقرة، هذه 5 صور اللي كلمة رحمة تكتب فيها بالتاء المفتوحة. فكان يعني في عنوان الرسالة كده أول ما واحد لسه يبتدي يقرأ عنوان الرسالة يقول الله والشيخ بيبحث في التفسير وكاتب مش عارف إن دي بالتاء المفتوحة، أما بقيت الرسالة جوه هم داري. أنا بس حبيت أشير إلى دي بس، كلمة رحمة 5 مرات والباقي بس دي الكلام الرئيسي في الموضوع، يعني حبيت ألفت نظرك ويا ريت تطلعها في العنوان. بعد كده بالحبر بقى اللي هو المدير عشان تبقى شكلها حلو. طب هات صفحه 2 مين؟ طيب هات ايه؟ عاوز اديك ملحظين عامين يعني كل واحد منهم يستحق ان يعني انت ما نديله كده يعني اتينا كبير. الملحظ الاول حضرتك بتكتب الآية أو جزء أو المقطع من الآية وبعدين بتجيب الروايات الواردة المأثورة في تفسير الآية، وبعدين بتيجي بعد كده بتقول مجمل ما دلت عليه الآثار، صح؟ قال القرطبي، وتكتب لي 7-8 صفحات بالنص، أجيب كتاب القرطبي مؤخرا. قال الفخر الرازي 3-4 خلاص اللي ربنا كان عليه كتبوا أنت بس. قال ابن كثير 10 صفحات من نفس كتاب تفسير ابن كثير، ودي مجمل ما دلت عليه الآثار. تعرف دول انا حسبتهم في الرساله طلعوا 250 صفحه ربع الرساله او اكثر من ربع الرساله، حوالي ثلث الرساله. تعرف دول مهمش لازم اخلص الرساله، دول تشطبهم من الرساله نهائيا، لان انت جايب بعض الاثار الوارده جيت ناقشت الاراء النقشة جيدة تشكر عليها ممتازة واستخلصت فعلا الرأي الراجح المفيد وظهرت شخصيتك فعلا في الايه في المناقشة. ما كناش عاوزين بقى مجمل ما دلت عليه الاثار وتجيب لي نفس الكتب بتاعة التفسير. ليه بقى ليه؟ لازمتها ايه؟ عاوز انا في الاخر بقى خالص انت كتبت لي بقى الخلاصة أو ما إيه ما نستخلصه بعد مناقشة هذه الآراء. وتديني أسلوبك أنت، أنا مش عاوز أسلوب الرازي ولا أسلوب حد من بتوع تفسير. أنا جبت 20 أثر وناقشتهم وشفت كل أثر ده قوي ولا ضعيف واستخلصت في النهاية الرأي الراجح من خلال المناقشة. مش عاوز أنا مجمل ما دلت عليه الآثار. طب ومجمل ما دلت عليه الآثار بس كلام الرازي بس أو القرطبي وابن كثير مرة والبقاعي وابن كثير مرة منفعش. أنا بقى رأيي الشخصي إن مجمل ما دلت عليه الآثار دي من أول الرسالة لآخر تمشال وكده،
توفر الورق وتوفر الجهد وتوفر التعب بتاعك والورق وتختصر الرسالة. هو يختصر لأنه هو المجمل لأن هو مناقش الآثار كويس وطالع بالنتيجة. هو صديق أستاذنا أشار إلى هذه النقطة برضه. بس حبيت أعرفك إن دي ربع رسالة أو تلت رسالة بدون حشو بدون داعي. عيد فيها قوي. نعم. ونقلت وجدت كتب معين وتصحيح اللي ما هيش مطلوبة يا أخي. مطلوبة على أساس الرسالة ممكن يكون يعني هناك. أنا بجيب أثر وبناقشه. نعم. وبقارن بعقد مقارنة بين الآثار وبعضها وبعضها وبصرف بالرأي الصحيح. أنا حاولت إن أنا يعني بذكر هذه المقولة يا دكتور إني لا أنفرد ببيان فهمي للآثار. أنا أردت أول شيء أبين فهم مرة وهذه الآثار مثل ابن جرير مثل ابن كثير مثل الرازي الذي عقب وعنق على هذه الآثار. ثم بعد هذا بدأت الدراسة. كان بعد ما تذكر الآراء وتناقشها كويس وتخرج بالرأي الراجح من خلال الرأي الراجح تقول وقد قال بذلك ابن كثير في تفسيره وتديني إيه جيم كذا كذا صفحة كذا. وقد وافق هذا الرأي أيضا الفخر الرازي في تفسيره. يدينا الرأي الراجح واللي وافقك عليه من المفسرين. كده تبقى جميل. حتى دي لو كنت انتهى كانت الرسالة دي بقت تامة. هذه حاجة. حاجة تانية. أنت عملت لي 60 صفحة في هارس. رسالة تانية دي. قيل الزحام دي وتأكد الحشو ده مش فهرس الآيات. أوه فهرس الآيات 60 صفحة من صفحة 740 لصفحة 800 لازم يكتب إيه دول. ما إحنا كنا 10 صفحات كبار كده غير كتير من ذلك وجمالهم حلوين. ده هم المراجع دي موضة المراجع طلع أستاذنا الدكتور هجازي موضة. طيب يعني الحقيقة لما تجمع ال 60 صفحة دول على ال 250 صفحة دول لقيت أكثر من 3 رسالة. ما كانش لهم ليها كده. ضيعت تمام الورق والورق دول الملاحظتان العامتان دول يا ريتك كنت خدت بالك منهم. طيب هاتلي بقى يا سيدي ايه؟ طيب قالها ايه يا استاذ؟ طيب ماشي هات صفحة 5. 5 ميم ولا 5؟ 5 ميم. بتقول هنا ايه غلطة نحوية كده صغيرة برضه بتاعت الراجل الباحث العالم الشيخ محمد رزق ما ينفعش يحلف فيها. اقرا يا سيدي سير الايه المقطع الاول والثاني والثالث والسطر الثالث من المقطع الثالث. تعرف المقاطع اللي انت كاتبها؟ ايوه. اما اذا ادي مقطع 2 3 4 المقطع الرابع السطر الثالث. نعم. اقرا لي بقى كده. اما اذا ضعف راويا لا هات لم اترجم لاحد من الرواه. لم أترجم لأحد من الرواة المذكورين في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر لسهولة الرجوع إليه. أتمت قوله رحمه الله في الراوي في تصحيح روايته أو تحسينها. أيوة. أما إذا ضعف راويا في أما إذا ضعف راويا من هو اللي ضعف؟ الحافظ ابن حجر. إذا ضعف نعم إيه راوي نعم لا كده طلعت من الغلط. الحمد لله. بس كويس حبينا نشوف برضه. طب هات صفحة 7 كده. بتقول بقى حضرتك في صفحة 7 ميم. اقرا كده من اول ايه؟ المقطع الثاني. حاولت تقييد المهمل في المواضع المشكلة بقدر المستطاع، كما قمت بضبط غريب الألفاظ الواردة في متون تلك الآثار في أغلب الأحيان. أيوه. اعتبرت الدر المنثور اصلا في جمع هذه الروايات. ايوه. ثم قمت باستدراج ما ند منه او فاته عن طريق الاستقراء في المراجع الاخرى كالتفسير المنسوب للمجاهد. بتقول اعتمدت الدر المنثور اصلا في جمع هذه الروايات. نعم. وانت تعلم ان الدر المنثور معظمه او كله ان لم يكن جله ان لم يكن كله خال من الاسناد، فكيف اعتبرته اصلا؟ جمع الرواية دور موجود وانت قايل في حتة تانية بس انا عاوز اشوفك عارف ولا لا. الدور المنشور معظمه خالي من الاسناد، واحنا هنا دراستنا الاثار لابد فيها من الاسناد عشان اشوف الكلام بتاع الاثر ده صحيح يمشي معايا في تفسير الآية ولا اركينه. نعم. هو الدور المنشور بيذكر الرواية بتخريجها وبعدين انا بطلع الاسناد. الدور المنشور ككتاب انت بتقول اعتبرته اصل، بل الميم ده على طول نقل مسطره. ازاي بتعتبره اصل وما فيش فيه معظم وما فيش فيه اسناد بيجيب الروايه من غير سند؟ اه
هو طبعا الكتاب اصلا له اصل يختار التجاوز. الكتاب له اصل الدر المنثور له اصل هو ترجمان القران من قبل اصل كتاب الدر المنثور ايوه له اصل الحافظ السيوطي مختصر من الاصل يعني اللي هو ترجمان القران هو يقول اني انا وجدت الهمم قد قصرت على تفهم يعني ان اسانيد وجمع فرقها وكذا فاختصرت الكتاب وأحلت على المراجع فقط فيه لاجل يعني سرعه حصول الباحث على ما يريد. يعني هو انت رجعت للدر المنصوب للاصل بتاعه عشان تجيب السنة؟ لا انا ما رجعت للاصل بتاعه، انا رجعت للمراجع التي ذكرها السيوطي. يعني هو السيوطي يعني هو لما جاب الاثر في الدر المنصوب من غير سند انا عاوز اعرف السند بقى كبحث جبته منين؟ جبته من المراجع التي نص عليها ثم تتبعت ايضا بعض المواضع الاخرى من الكتب الاخرى. زي ايه؟ زي ابن كثير زي الله تعالى. هذا هو الجواب. جميل جميل كويس. طيب هات بقى صفحه 14. انا قلت صغيره كده بس املائيه يعني ما هيش ماخذ ولا حاجه بس برضه في اخر مقطع في السطر الثاني اكرمك. ايوه صفحتها. ايوه ماشي فاض ماشي. هات صفحه 21. يا اخي الحقيقه يعني انا لاحظت انت راجل رغم ان انت بتشتغل في السعوديه والسعوديه يعني اول الناس اللي ما بيدخلوش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الكتابة وفي القول. نعم. فأنت هنا حطيت لي صار زي الجماعة عدلتها دكتور. ها؟ لا هي موضعين فقط في الرسالة. زعلت أنا أوي. أمال لو كنتش رحت هنا لهنا. أنا أقول لحضرتك الصاد. أوعى تكتب صاد حتى لو بتكتب جواب لواحد وفيه صلى الله عليه وسلم، اكتبها صلى الله عليه وسلم الذي كتب صاد الذي كتب صلعم. نعم. لا هو دكتور من باب النحو. النحت ما بيجوش صلى الله عليه وسلم ابدا. السلام. نعم. لا لا على سيدنا رسول الله لانك تقول صلى الله عليه وسلم تدعو له. هو الاخر عرفت دي صفحه ايه؟ ادي واحده منهم في صفحه 21. هم اثنين يعني. طيب ماشي المهم انت تدركتهم يعني؟ نعم لان الطابع بيحط صاد وبعدين بيطلب منها تغيير في الجهاز كله. طيب هنا بيقول في صفحه 21 برضه. نعم. 1 2 3 4 السطر الخامس من تحت اللي هو اوله ايه؟ وتسوي ايه على مذهبه والمتبع ليس له قصد الا تحريف الايات وتسويتها على مذهبه الفاسد. ايه؟ بحيث انه انه ازاي بقى انه همزه بعد عايز تكسر ولا تفتح؟ تكسر. الله يرفع عليك. صلح هات صفحه 26. نعم 26. مجهودي عاد بس ماشي. هات صفحة ايه؟ احنا هنا في صفحة 11 في الاصل بقى بتاع الرسالة. كده؟ صفحة 11 بتقول ايه؟ رقم 9 في الآثار عن ابن عباس. قول كده؟ يا دكتور صفحة كام لو سمحت مرة ثانية؟ ايه؟ صفحة 6. ماشي 6. 6؟ 6. معلش أنا غلطت رقم الصفحة. صفحة 6. نعم. الاصل هل كده؟ قول الاصل رقم 9 عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ان نافع بن الازرق قال له اخبرني عن قوله. عن ابن عباس ما فيش ولا مره رضي الله عنه. ابن العباس يعني ما انت بتدخل على ابن عباس في مواضع كثيره جدا. انا بقول بتدخل على سيدنا النبي مش هتدخل على الصحابه. استغفر الله فيك. ده بالعكس يعني يا شيخ محمد جميع الرساله انا اكتب لك الله رضي الله عنه خلك هناك. الله يخليك. قول مشرفنا على طول. عن ابن عباس قول ايش محمد قال له اخبرني عن قوله ومواقيت للناس. الله يستر عليك. الايه كده؟ لا اقرا كده. يسالونك عن الاهله. نعم هي قضيه مواقيت للناس يعني ومواقيت ولا مواقيت بدون واو؟ مواقيت. يبقى غلطه قرانيه دي صلحها. لا قول ما حطيتهاش في على فكره هذه من الاخطاء نفس هو انا بنقل من كتاب خطا انقل خطا واقول الحج على الراوي؟ لا لا يا اخي أن انقل القران خطا عشان ما جه في الرازي؟ لا وعلى اساس الدكتور لكنني لو بنقل من فخر الرازي ياسين والقران الحكيم وفي ياسين والقران العظيم اقول والله الفخر الرازي كاتبها كده؟ ما هقول انا ربنا قالها ايه؟ يمكن القراءه شاذه بس
اقول لي اشطب الله يا شيخ شطبتها انا هات لي صفحه فراشه. هي الغلطات القرانيه زي ما قال استاذنا قليله في الرساله يعني صحيح يعني دي ميزه برضه عن الرسائل اللي احنا بنضيفها جزاك الله خير. هنا الحقيقه برضه الملحظ دي في الرساله كلها بتقول لي مناسبه الايه لما قبلها في صفحه 11 قال ابو حيان وتنقل الكلام ابو حيان بالنص وقال البقاعي وتنقل الكلام البقاعي بالنص. ممكن يكون الكلامين في المناسبه كل واحد له وجهه نظر في المناسبه تخالف الاخر وممكن يكونوا الاثنين زي بعض خدت بالك وممكن يكونوا الاثنين في ناس قالت مناسبه اوجه من كده انت لا جبت اللي اوجه من كده ولا حطيت الاثنين مع بعض اذا كان زي بعض ولا قلت رأي خالص. لو في بعض المواقف انا يا اخي الفاضل دايما مناسبه الايه لما قبلها زي الكتب اللي احنا درسناها لكم في الكليه انا درستها كده ما حضرتش ليه الكتب اللي احنا بنالفها فضيله استاذنا الدكتور حجازي وفضيله استاذنا الدكتور حيل واخواننا كلهم مش بقول مناسبه الايه لما قبلها بيقرا المناسبه اللي ذكرها معظم المفسرين قديما وحديثا وبيستشف وبيهضم اللي قالوه كله وبيطلع راجح باسلوبه هو يبقى انت كده جبت يقول برضه ايه وقد ذكر هذه المناسبه مش بالنص بقى وقد ذكر هذه المناسبه فلان وفلان 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 وزيت المراكب عشان تبقى بالمقصود برضه. نعم هو حرم يقول رفض هذا كان مناسبه عند ولما جه يجيب مناسبه بغير الضخمه فقال جاي ده النادي ولادي المناسبه الغلطه دي في الرساله كلها عاوزه تتعدل وخد بالك منها وكتب عندك في الملاحظات في التصحيح كتب عندك في التصحيح الملاحظتين الاثنين اللي فاتوا ودي الثالثه. نعم حاجات الجوهريه بتخلي الرساله عشان تقف على رجليها هي رساله حلوه بس كان عاوزه تتأنى وتديها شويه فهم شويه. بالنسبه للدكتور المناسبه ما ينفعش فيها تقول لي فلان القرطبي قال وابن كثير قال وفوق صالح وتديني ارقام ومع السلامه ما ينفعش ده انا الباحث انا الكلام ابن كثير قال في وجه المناسبه بين الايه والايه ما عجبنيش مش ماشي في غيره قال غيره قال غيره قال غيره قال استخلص انا لان العلم ملوش كبير. نعم هو اذا قال ابن كثير خلاص يبقى صح قران لا اخد ودي معاه. بس يا استاذنا انا المشكله رسالتي مش متعلقه بالقضايا يعني اللغويات والامور المناسبه انت يعني اسمها لغويات في التفسير التفسير بالمقصور تمام يعني دراسه قضيه اللي اعرف بقى ان التفسير بالمقصور وجه المناسبه عشان اعرف فيها كبت ايه المناسبه بين الايه دي والايه دي. ما هذا امال حضرتك كاتب لي البقاعي هذا السبب وايه؟ اسمه ايه؟ نصب الدرر ايه؟ نظم الدرر في ايه؟ في تناسب الايات والصور. يا سلام كله قال البقاعي واسم كتابه في تناسب الايات والصور مش عاوز تقول ان تفسيري ماليش دعوه بالمناسبه؟ لا التفسير علاقه كبيره جدا بالمناسبه يعني انا ما اردت ان اناقش انا بس ببرر موقفي لعدم المناقشه لان المناقشه قد تكون اذا كان تفسيرك يحتاج الى وجه المناسبه فتكتبها مظبوط. نعم. ما يحتاجش الى وجه المناسبه ما كنتش كتبتها خالص انت ما في ايه الا قلت لي مناسبتها لما قبلها. نعم تبقى مظبوطه واسلوبك انت اللي انت استشفيته من قراءتك لجميع كتب التفسير اللي وقعت تحت يديك كده مناسبه ظريفه باسلوبك انت انا كقارئ اعرف ان انت استخلصت من جميع كتب التفسير وجه مناسبه ظريف وتحط لي برضه الموافقه على على هذا الراي فلان 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 ماشي يبقى برضه مناسبه يا رب ايه طيب يا سيدي هات لي صفحه نعم المناسبات هو اللي حضرتك فيه وجه المناسبة راجح لأن مفيش أثر في وجه المناسبة هو ده الكلام خلاص كنت حضرتك النساء ما أنا يعني محدش طلبه منك جبته جيبه صح أنا ما أردت أن تخلو الرسالة طب لو شلت رغل من الرسالة ونصوصه بسم الله ما شاء الله يبقى دي كمان راح كلها خمس رسالة كل آية نص صح عشان أسألك بقى كده كلها. طيب يا شيخ محمد الله يفتح عليك جزاك الله خير هنا في صفحة 11 برضه الموضوع بتاع مجمل ما دلت عليه الآثار اللي هو الملحظ العام الكبير اللي أنا قلت لك عليه مجمل ما دلت عليه الآثار قايل لك هنا إنك أنت في مجمل ما دلت عليه الآثار
انت كنت بتذكر المجمل ده بنفس المفسرين في تفاسيرهم زي الطبري والقرطبي والواحدي ومش عارف ايه ونص المعجم. كل ده مجمل ما دل ما كانش محتاجينه خالص. كان يبقى خلاصة المستنبط الرأي بعد ما ادرس الروايات وقارنها بعضها مقارنة جميلة واطلع بالرأي الراجح كان يبقى هو دي اللي دلت عليه الاثار وأأيد رأيي برضو بإيه بإخوان بمشايخ المفسرين دول برضو وقف على وقال بذلك النص قال بذلك القرطبي في كذا وقال بذلك الفقر الرازي في كذا. كل ده يجي سطر واحد وتعصر انت الخلاصة دي كلها بتاعت مجمل ما دلت عليه الآثار تعصرها كلها في ثلاثة أربعة أسطر والمراجع بتاعتها في سطر يبقى ده ربع سطر تغنيني عن 20 صفحة انت كاتبهم لعلمك. انا عديت مرة في مجمل ما دلت عليه الاثار ايه حوالي 20 صفحة دول كده يتشالوا من رسالة بعض الايات في كل اية دول يتشالوا من رسالة. هات صفحة 14 في المقطع الثالث صفحة 14 بتقول ايه واما عدم ذكر الواو هنا وفي بعض المواضع اقرا كده صفحة 14 دي 13 ده 14 اتفهم لكم ثم حكم ثم كلما ارتفع لا ماشي مش تكليل ولا حاجه صفحه 14 ماشي انت مكرره ما جراش فرق لان هي مفيش عندي مكرره الصفحات. واما عدم ذكر الواو هنا وفي بعض المواضع مع ذكرين المقطع الاول الثاني السطر الثالث من المقطع الثالث ايوه واما عدم ذكر الواو هنا وفي بعض المواضع أيوة. مع ذكرها في مواضع اخرى أيوة. فقد قيل لاختلاف وقت السؤال فيما لم يعطف واتحاده فيما عطف وقيل الارتباط ما عطف في المعنى. الكلام ده معناه ايه؟ اشرحه كده اشرح العباره كده يا شيخ محمد يراها كمان مره كده مش فاهم منها خالص الكلام. انت نقل الافراط ونقل منين يا سيدي؟ رقم أربعة نقل من الغيث نعم. من الروض الايه؟ الروض الريان القرآن. نقل نقل مصطر كلام هذا أراد كلام أسلوبه مش عارف يقول ايه هو أسلوب الكتاب ده أصلا كله فعلا. طب أنا عاوز تفهمني الكلام بتقول ايه؟ الكلام هنا في يسألونك ويسألونك في ايه بقى مش فاهم انا العباره دي خالص. الشيخ الريان صاحب الروض الريان بيقول ايه؟ بيتكلم في اسئله القران اللي هي المواضع اللي فيها اشكالات فبيتكلم هنا لماذا ذكرت الواو في قوله قول عدم ذكر الواو يسالونك لماذا لم تذكر الواو في كلمه يسالونك عن الاهله وذكرت في قوله ويسالونك عن اليتامى ايوه فيقول السبب قيل لاختلاف وقت السؤال فيما لم يعطف يعني اللي ما فيهش عطف ايوه السؤال يعني الزمن مختلف زمن مختلف طيب واتحادي فيما عطف وقيل الارتباط ما عطف في المعنى استنى واتحاده فيما عطف نعم اذا انا اجيب بقى كل يسالونك عن الانفال يسالونك عن كذا كل دول وقتهم واحد نزلوا في ساعه واحده ما لازم اناقش الكلام اللي بكتبه ما تقلش كده انا واتحاده فيما عطف ازاي بقى؟ خلاف وقت السؤال فيما لم يعطف اللي ما فيهش واو السؤال مختلف واللي فيه واو السؤال واحد ايوه الوقت مختلف فقال هنا بقى كل كلمه يسالونك ما فيهاش واو ده الايه دي نزلت مع بعض هو شيخنا يعني لا شيخنا لا حكم قدام دي ملاحظه صح الشيخ رحمه الله قال قيل هو هو وينقل عنه صح على الحته دي في كتابه هو كمان نعم كده يا استاذنا ايوه هو الحال التعليل مش قوي في وقت واحد تعرف التعليل الثاني يمكن يمشي وقيل لارتباط ما عطف في المعنى ان الكلام ده يمشي اهو ده يمشي انما الاتحاد الوقت اتحاد الوقت ازاي اللي ما فيهش واو نازل مع بعض واللي فيه واو نازل مع بعض ما حصلش لو جبت انت الترتيب النزول ما تعيش كده صح هدي كويس والراي التعليم الثاني بتاعه ممكن يمشي احذفها تماما غير كما رسالتك ماشي يا سيدي هتصفح 15 يسالونك عاوز اسالك سؤال كده شوف فاهم الاحكام الفقهيه ولا لا يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج الايه دي هل تصلح دليلا على صحه الاحرام بالحج في جميع السنه ما دي انت هنا الكلام جاي والجواب عندي هنا اهو مش عاوز اشوف هنا ايوه مش عاوز القراءات عاوز الراس لا لا تصلح ها لا تصلح قول الكلام لا لا تصلح لان قول الله عز وجل يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج
يعني به تحديد موعد أشهر الحج وليس الإحرام بالحج، أنه قال مواقيت ولم يقل أنها وقت للإحرام وإنما لضبط وقت الحج، كما أن الأهلة مواقيت أيضا للصيام، وكما أنها وقت لحل الديون، وكما أنها يعني ما تصلحش. لا مصلح، وحدش من العلماء قال أنها هناك من قال هناك من قال ورد عليه بالنصوص الأخرى، قال إيه؟ قال أنها إذا كانت يعني ظرفا لحصول الحج لحصول الإحرام، قال أن الإحرام بيصح للحج في الجميع السنة، الإحرام في جميع السنة يصح. نعم، يستدل بإيه بقى دي؟ يستدل بالآية يعني وجهة نظره في الآية، وجهة نظره أنه إذا كان يعني الآية مواقيت للحج من الممكن أن يحرم الإنسان في أي وقت من حصول الهلال بالنسك، وإنما لا يؤدي إلا إذا جاءت أشهر الحج. فمن يجوز؟ لا يؤدي الحج إلا في أشهر الحج، إلا إذا جاءت أشهر الحج. إنما صحة الإحرام في أي وقت من السنة، الناس اللي قالوا دي زي الإمام مالك وأبو حنيفة دليلهم إيه؟ وجهة نظرهم إيه في الآية؟ الأدلة كلها وجهة نظرهم أنها إذا كانت مواقيت للحج، وهنا محذوف أصلا، يعني في محذوف مقدر، هل هي مواقيت لأداء نسك الحج أو للإحرام بالحج أو لمعرفة موعد الحج وشهر الحج؟ هنا اختلف تقدير الشيء المحذوف، الذين قالوا مواقيت يصح الإحرام بها في الحج قدروا المحذوف بأنه مواقيت للإحرام بالحج، فيصبح في أي وقت يهل فيه الهلال يصح للإحرام ولا يؤدي إلا في الحج. الله يستر عليك، بس عاوز أذكر برضو بالشيء عندك ده يعني 7-8 صفحات. ايوه انت بالك عملت زي جماعه بياكلوا. نعم، في واحد بياكل كتير عاوزين ايه يخنوه ما ياكلش كتير قوي، فواحد قال له اتعرف قصه يوسف؟ فطلع هو نبي، قال له غلام انتهى من ابي ثم وجد، ما تعطلش. فانا عاوزين بقى تبقى في دروسها برضه عشان تستفيد بالاحكام الفقهيه اللي المليانه دي. هات له صفحه 17، عندك هنا صفحه 16 مكرره هنا حديث في النسخه الثانيه 16 عندي هي ايه الرقم، مش ده الرقم مش ايه مش مكرر هنا، والله الرقم مكرر اهو صفحتين اهو، تحذف واحده وتخلي ايه واحده احذف. انا انت عندك نسختك سليمه؟ ايوه نسختي انا كده. طيب كنت راجعت بتاع دي فتطبعها هناك، لان الطبع ده ما ينفعش عندنا، ما فيش عندنا مطابع تجيب الهمزه فوق السطر وتحت السطر دي والحاجات دي ابدا. ماشي يا سيدي، هات لي بقى صفحة 17. هنا أول ملاحظة كده يعني برضو نحوية صغيرة كده، بتقول إيه صفحة 17 في أول المقطع الثالث، وليس في الآية ما يرد على الفلاسفة في قولهم إن الأجر عندك إن ولا أن؟ خلاص أنا صلحتها بقى. إن بتكسر في كم موضع؟ خلاص بعد ما قول بعد القول أهو. يعني كم هي؟ كم موضع؟ خمس. لا وصلنا بعد خمس حاجات الجملة الابتدائية والجملة الابتدائية. المهم خلاص هتعرفهم بقى. طب دي سهلة بقى. وليس في الآية مروض على الفلاسفة قولهم يعني إن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغيير إلى أحوالها كما قال أبو حيان، لأن الآية لم تتعرض لذلك البتة، واختلاف حال الهلال إنما هو بالنسبة للناظر لا بالنسبة لحقيقة حجم القمر كما قدمنا. الفلاسفة بيقولوا الفلاسفة بيقولوا الأحوال الفلكية لا يطرأ التغيير على أحوالها، يعني ما تتغيرش ولا تهدى من صغر إلى كبر إلى محل، ده ما بيحصل للهلال للقمر. فهل هذه الآية تصلح ردا لهذا القول بحيث أن القمر يبدو هلالا ثم يكبر بالتدريج حتى يكتمل ثم يصغر بالتدريج حتى يزول؟ حاجة بنشوفها قدامنا هيك، هم بيقولوا أن الأحوال الفلكية ما بيقرأش عليها التغيير، وأنا بشوفها بعيني بتتغير، هل الآية دي تصلح رد على هؤلاء الفلاسفة؟ لا، ما هو رد عليهم أبو حيان، هم الفلاسفة بينقلوا عن علماء الفلك. نعم، ما هو أبو حيان رد عليهم وقال ليس في الآية ما يرد على الفلاسفة. لأن تعرض اختلاف حال الهلال إنما هو اختلاف للناظر وليس في الحقيقة، في حقيقة حجم القمر. يعني أنا النظر بتاع اللي بيشوف إن القمر بيبدو هلال وبعدين يكبر وتكتمل الدايرة وبصر إيه، ولكن إنما هو في الحقيقة القمر كما هو. أمال بيبقى فين؟
مكتفي بسبب انعكاس اشعه الشمس. الله الله يفتعل. جميل، لك لا عليك. طيب يا سيدي، في مسائل لغويه بتقول قوله يسالونك، الضمير ايه؟ اقرا كده. الضمير لجمع، فانت الضمير لجمع، يعني الضمير هنا يسالونك يعني للجمع ولا لجمع؟ جمع لجمع، يعني لجمع سال، بتقول لي ضمير الجمع. ماشي ماشي. طيب مش مهم. فإن كان من سال، فان كان من سال اثنين على ما روي فيحتمل ان يكون، فان كان على ما من، فان كان من سال اثنين، يعني كانوا اثنين. نعم. على ما روي ان معاذ يسير وان اللي كانوا بيسالوا اثنين. نعم. فيحتمل ان يكون من نسبه الشيء الى جمع، وان كان ما صدر الا من واحد او اثنين، او لكون الاثنين جمعا على سبيل الاتصال. كلام ده مرتب خالص. نقل حضرتك منين؟ من البحر المحيط بتاع بحيان. يا اما نقل غلط يا اما الكلام مش ماشي. الله. ان كان اللي سال اثنين على ما روي، نعم، يحتمل ان يكون ايه؟ من نسبة شيء الى جمع. عظيم. وان كان ما صدر الا من واحد او اثنين. الله. وان كان ما صدر الا، لا يبقى يجب تقول اكثر من اثنين بقى، اللي من واحد او اثنين. من اثنين الكلام صح، من واحد او اثنين تيجي ازاي دي بقى؟ ومن اثنين عرفنا الحكم. ان كان اللي سالوا اثنين، الكلام ده متصل بما قبل. ان كان اللي سالوا فيسالونك عن الاهله، اللي سالوا الرسول اثنين، يبقى ده نسبة للجامع، نسبة الشيء للجامع. ان كان واحد لازم تقول حكم ثاني. هو يعني هنا ابو حيان ذكر كانها قاعده، يقول فيحتمل ان يكون من نسبه شيء الى جمع. يعني سؤال واحد اثنين عرفناه. لا، خلي القطعه الاولى من الكلام. هو يقول فيحتمل ان يكون من نسبه شيء الى جمع، وان كان ما صدر الا من واحد او اثنين. يعني الكلام هنا متصل بما قبله، ثم قال او لكون الاثنين جمعا على سبيل الاتساع. يعني هنا الجمله انتهت تماما. الضمير لجمع، فإن كان من سأل اثنين على ما روي فيحتمل أن يكون من نسبة شيء إلى جمع، وإن كان ما صدر إلا من واحد أو اثنين. لو كلام عندي هنا بقى. أيوه، عندي فواصل لبناين. لازم تعمل فواصل يا شيخ محمد عشان أعرف أقف أنا هنا. طيب يا سيدي، هات لي بقى إيه صفحة 18 برضو في أول الصفحة، بتقول وقد جمع إيه؟ وقد جمع هنا مع كونه واحدا. أيوة. باعتبار كونه هلالا في شهر غير كونه هلالا في شهر آخر. دي عبارة مين دي؟ دي عبارة المفردات. طيب المفردات، باعتبار كونه هلالا في شهر غير كونه هلالا في شهر آخر. طب ما تقول باعتبار ظهوره في أشهر عدة. العبارة دي أحسن. العبارة الثانية، العبارة الثانية هي عبارة الشيخ. نعم. عبارة الشيخ بتاع اللغة، فارس اللغة، لكن برضو يعني العبارة باعتبار ظهوره في أشهر عدة أقيم وأوضح للقارئ. طيب هات هنا يا سيدي بقى في آخر في السطر اللي قبل الأخير، بيقول أو فيه إضمار تقديره وللحج. يا مواقيت للناس والحج. بتقول او فيه اضمار تقديره ايه؟ وللحج. وللحج، وده بإضمار. اضمار اللام هنا اسمها اضمار. كقوله بس قول، وكقوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم. ايوه، اي لاولادكم. برضه اسمها كده، دي نعينها من عند مين؟ من الرازي. من الفقر الرازي. تصلح عندك وعند الرازي، لان ايه هنا تقول اضمار تقديره، خدت بالك، مجرور على حذف حرف الجر. مجرور. قل يا مواقيت للناس والحج، اي وللحج. خدت بالك؟ يبقى هنا ايه؟ مجرور على ايه؟ اعتبار ان حرف مجرور بحرف جر محذوف. الكلام ده صح، ويبقى 100% احسن من انت كاتبه، واللي كاتبه الفخر الرازي وهو استاذنا على كل حال. ماشي، هات صفحه 19. ملحظ برضه بالنسبه للقراءات، حضرتك في كثير من الرساله تكتب القراءات بتاعه فلان وعلان، وخاصه انهم يعني مش من المشاهير بتوع القراء السبعه والعشره، ما تقولش القراءه دي شاذه ولا متواتره. ده انا عاوز، انا راجل ثقفت على قدها وبقرا الرساله بتاعتك، اما تقول لي القراءه دي متواتره اقوم اعرف ان انا اصلي بيها واقراها في المصحف تعبدا، لان القراءه الشاذه لا تصح الصلاه بها ولا يتعبد بتلاوتها.
فأنت في كثير من الرسالة بتاعتك تيجي مسألة في القراءات تقول لي قرأ فلان وعلان وتلكان وقرأ فلان لكذا وكذا وتروح خلع من المسألة، لا تقول لي دي متواترة ولا شاذة، إما لأن مهمة جدا طالما تعرفت للقراءة تديني النتيجة أنا عشان أمشي بها على طول أطبق، تقول لي دي متواترة أو شاذة. بعد إذن حضرتك أنا التزمت بهذا التزاما شديدا جدا اللي هو إيه؟ في كل موضع دقيقة في كل موضع القراءة فيه شاذة ذكرت أنها شاذة. أيوه. والمواضع التي القراءة فيها غير شاذة نقلتها ولم أبين، يعني لم أصرح أن القراءة هذه شاذة، وأنا ذكرت هذا في المقدمة. قلت أن القراءة المتواترة مش هقول عليها حاجة؟ لا، قلت أن كل قراءة شاذة أن أبين هذه القراءة شاذة أم لا. وقلت لا، وقلت المسكوت عنها تعتبر متواترة إن كان كده هيك. ما قلتهاش في المنهج بتاعك، لو انت جبت في المنهج ونبهت يعني الفارق اول ما بيقرا بيقرا المنهج بتاعك اللي انت عديت بيه الرساله، قلت مش هبين الشاذة. لو قلت ان القراءه المسكوت عنها انبه على الشاذة والمسكوت عنها تعتبر متواتره كنت خلعت، انما هنا في مرات قلت دي متواتره ودي شاذة هنا، حتى لو قلت الكلام ده في المنهج اللي هناك تبقى خالفت برضه النظام بتاع الاعداد، يعني لازم تقول لي دي متواتره. صفحه 19 لو قريت تقراها ولا مش داعي؟ والحد هكذا قرأه الجمهور لغة أهل العالية والحجاز وأسد وخرج. المهم ما قلتش لا شاذة ولا متواترة وغيرها كتير الشاذة، فما تتركش القارئ للرسالة بتاعتك حيران. طيب يا سيدي هات لي صفحة ايه 20، احنا هنطوله ليه؟ طيب هات صفحة 20 جبتها؟ ايوه. يلا سيدي 19 عن البراء رضي الله عنه قال. بس انت مخرج ده منين؟ 19 فين؟ ايوه اخرج البخاري. بس استنى، البخاري فيه صحيحين، البخاري فيه صحيح بقى ما قالش عن البراء رضي الله عنه، جبنا صحيح البخاري لانه يقول عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول. نعم. ما قالش البراء على طول كده؟ معلش ما انا بحدث. بس استنى، ده الموجود في الصحيح، السؤال مش هو ده؟ فما الفرق بين ما ذكرته وبين اللي موجود على الطبيعة في الصحيح؟ ايه الفرق بين يقول فلان قال سمعت فلان قال وبين انك تقول قال فلان عن فلان قال قال رسول الله؟ ايه الفرق؟ هذا نوع من تعليق الاسناد عند الصحابة فقط، كل الروايات مشيت على هذا الشيء. تعليق الاسناد ده من باب التعليق يعني. نعم. ماشي. طيب يا سيدي رضي الله عنك. انت الحقيقه هنا يعني في صفحه 20 برضو حاجه غريبه قوي، في 19 بتقول ايه؟ اخرجها ورا كده؟ اخرج البخاري في صحيحه 3/321 واللفظ له، ومسلم في صحيحه. ما هي قلت واللفظ له؟ تعمدت وجبت هناك، قلت ان انا ما رضيتش اقول كده عشان مش عارف ايه، وحاولت تطلع بالموضوع. سمعنا دي قلت والله بيان اللفظ لاجل اختيار مش ده المطلوب على كل حال. ومسلم في صحيحين 4/2319 بس ماشي، الكتب بس والطيالسي في مسندي. ايوه. والنسائي التفسير الكبرى كتاب الحديث. ومين تاني؟ وتحفة الأشراف وابن جرير. وابن جرير وابو يعلى وابن ابي حاتم والواحدي والسيوط. يا راجل وايه تاني ده لسه؟ بس خلاص. ايه ده كله يا شيخ محمد مع اخرجها البخاري ونسى؟ يا راجل انا ذكرت هذا. يا راجل اذا اخرج البخاري او مسلم الحديث ما تخرجوش من حاجه تاني. ما هو انا ما تكلم في الصحيح. لا لا، وروايه واحده اهي. لا الصحه وانت عين واللفظ له. يعني هتيجي تناقش الاثر ده على ضوء اللفظ بتاع البخاري اللي قاله؟ خدها قاعده كده، اول ما تيجي تخرج حديث اول ما تلقاه في البخاري قول الحمد لله خلصت، على كده محدش ولا واحد يقدر يعلق عليك تاني او مسلم خلاص. ايه تقول لي استاذ نزول؟ ماشي كده؟ ماشي. طيب في غلطه ثانيه عندك في التخريج برضه. نعم. غلطه ثانيه في التخريج بتيجي تقول لي اخرجه البخاري في صحيحه وتحط لي فتح الباري. فتح الباري بتاع مين؟ الشرح بيشرح مين؟ الشرح لابن حزم. يبقى ده تخريج للصحيح ولا الفتح الباري؟ تقول لي بقى فتح الباري اخرجه البخاري فتح الباري جزء كذا صفحه كذا. او انظر فتح الباري. ما تلوصنيش، ما انت بتقول لي اخرجه البخاري في صحيحه بجيب فعل البخاري. ماليش بعديه. ذكرت الطبعة اللي هي لا يا حبيبي. لا يا شمعان. نعم.
لازم أخرجه البخاري يبقى من صحيح البخاري المتن. أخرجه مسلم في صحيحه يبقى في المتن بتاعه على طول عشان أطلبه في مسلم. إنما أخرجه البخاري وتروح حاطط من مرجع فتح الباري ينفعش يا شيخ محمد. طيب لأن إذا أطلق صحيح البخاري يبقى المراد إيه؟ فتح الباري؟ لا صحيح بس هو المتن موجود مع الشرط. ما دام قلت ما بل هنا الرجل قال لك في صحيح أخرجه البخاري في صحيح يعني مرتين. ما لك لا أخرجه البخاري مات برضه عاوز أرد الصحيح برضه. طيب ماشي يا شيخ محمد. هات لنا صفحة 22 الله. انت كنت مستعجل برضه زي ما قال فضيلة استاذنا الدكتور البحيري في التخريج تحت في تخريج 23 من السطر الاثنين والسطر الثالث عن ابن عباس فيه ايه ركتها قول كده ايه وقد تقدم الكلام عليه في رق صراط عم القصين وصيب ابيض مستدرك طيب استدرك خلاص ده منسوخ يا دين انس يلا هات 23 هنا حتى عاوز اعرفها لك من العيب عليك انك عديتها كده في الرساله وجا نقرا تلوصني ما اعرفش فيها حاجه خالص. الروايه بتقول ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رجل احمد. هدت عليك في الروايه كذا مره وما شرحت لناش كلمه احمد ابدا. انا ذكرتها بعدين في قلت انه المتشدد في ديني. طيب هي جاية في رواية من الروايات مش انت اللي ذكرتها ده جاية في رواية من الروايات انما انت ليه ده فين ده ورا هناك في الرواية رقم مش عارف 70 ولا 80 واحنا في الاول هنا كلمة احمد دي من الكلمات الغامضة اللي لازم تحتاج الى بيان في الرسالة. لفظ احمد بقى خد المعلومة دي لفظ احمد في الرواية دي ورد في الرواية رقم 24 ثلاث مرات الرواية دي ودرست الرواية سندا ومتنا وحكمت عليها من ناحية السند ومن ناحية المتن ولكن لم توضح للقارئ معنى كلمة أحمس فتركته حائرا وخاصة أن هذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على لسانه الشريف في الرسالة. رسول أنا أحمس ما عرفش تسيبوني أحمس يعني إيه؟ طب حد عارف أحمس يعني إيه؟ أنا كنتش عارفها لما بحثت عنها مرة. شو بقى سيدي خد الفايدة دي واكتبها ورايا. أحمس يجمع على حمص بضم الميه بضم الحاء. احمس يجمع على حمص كما في بعض الروايات في روايه جابت ايه حمص ان قوم حمص خدت بالك كما جاء في بعض الروايات قال اني من الحمص. الراجل قال له اني ايه من الحمص والاحمس ادي معناه بقى هو الشديد المتحمس لدينه. هي جاء في بعض الروايات ورا وقد كان في الجاهلية لفظ الحمص يطلق على قريش وكنانة وخدت بالك ومن تابعهم لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحماء وهي الكعبة. والكلام ده موجود في الإصابة الجزء الثالث رقم 281 عرفت لي المعلومات كويسة أوي مهمة أوي في الرسالة الحكمية. طيب الإصابة 3 على 281 إصابة في تمييز الصحابة معلومات كويسة ما تشوفهاش دي ما تكتبش في الرسالة. طيب في نفس الصفحة برضه حتة إيه بتقول لي إيه في رقم 25 أرى كده في نفس الصفحة أيوه عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى تعالى ذكره أيوه ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من كوات في ظهور وليس البر بأن تأتوا ولا وليس البر القراءة المتواترة ايه؟ مش بقى انتأتوا انه ما دخلت عليه تتاولي مصدر اسم اسم ليس وليس البر اتيانكم ورفق ليس البر ماشي طب ماشي على القراءة الثانية ماشي وليس البر يلا فانتأتوا البيوت من قوات في ظهور استنى من ظهورها يقال يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ايه؟ قوات في ظهور البيوت وأبواب في جنوبها تجعلها أهل الجاهلية فنهوا أن يدخلوا منها وأمروا أن يدخلوا من أبوابها. أنت سبت القارئ قوات دي أنه عارف قوات يعني جمع قوة وش عارفه؟ أنا ده القارئ عادي بعرف الرسالة بتاعتك أشوف العلم من الشيخ محمد رزق كذب ما أنا عاوزين أنا وأنت نقدمها للقارئ سهلة عشان نقولش يا الشيخ محمد رزق سابنا بس القوات يعني إيه؟ فشوف يا سيدي لفظ قوات لما ترجع للايه المعاجم بتاعه اللغه لفظ قوات قلنا ده يحتاج الى ايه الايضاح نعم الكوه بفتح الكاف يجمع على
كوات يجمع على ايه؟ مش كوات بقى، يجمع على ايه؟ الكوات بفتح الكاف، يجمع على كوات وكون، وتجمع ايضا ايه بالضم، قوه في لغه كوه وقوه، وبالضم ايه لغه، وهي ايه معناها ايه بقى؟ وقوه بالضم، وتجمع على جمع واحد بس قوه، قوه تجمع على قوه، وكوه تجمع جمعين. فبالك من دي؟ نعم. إنما يهمني بقى من ده كله إيه كقاري أنا عشان أفهم في الرسالة، الكوة أو القوة ثقب البيت، ثقب في البيت، هذا المعنى. آه نافذة، ثقب نافذ في البيت يدخلني، ده اللي بيقول لك إيه نائب الحيطة، الحرامية نائب الحيطة، نقط أو نقط، أو الراجل اللي كان في غزوة مع الرسول ومش عارفين يدخلوا والحصار طال، فراح هو أحدث نقبة في الحيطة وراحوا المسلمين دخلوا ونالوا الانتصار بسببه، والرسول قال مين اللي احدث النقب؟ ما رضيش يقول عن نفسه خالص عشان اجره ما ينقصش، ما رضيش يقول انا اللي نقبت بتاع ده، لانه كان سبب في النصر في الغزوه. نعم. ودي اللي فيها الحته بتاعت كوه. نعم. طيب يا سيدي برضه هنا بتقول ايه؟ ماشي يلا خير، هات صفحه 30 كده هندري برضه ما تخافش يعني. صفحه 30، هات صفحه 30 كده. لما يجي كتاب زي ابن جرير او 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 غيره، انت بتاخد منه كلام هو بيحيل في كتابه الحاجه سبقت في كتابه، انت الرساله بتاعتك مش في كتاب، مش ما هيش في الحته، ما فيش فيها الاحاله كما تقدم. بتحيل من مين انت بقى؟ هو الراجل بيقول ايه؟ وقد سبق هذا او شرح هذا في الحته الفلانيه في كتابه هو، انت هنا رحت احيلني وياه وقد سبق شرح هذا، سبق فين؟ علما بان الربعين بتوع الرساله بتاعتك مش ربعين هم؟ نعم. ما هم مش محصلين الحته اللي بتحيل اليها هو. فهمت الحته دي؟ نعم. فينك فين الكلام ده بقى؟ وقد بينا معنى الفلاح فيما مضى قبله بما يدل عليه. الفلاح ولا الفلاح؟ الفلاح فيما مضى قبله بما يدل عليه. مش كده؟ نعم. طيب وبعدين قلت جامع البيان 2 على 186. مين ده مش مفيش فيه الحته بتاعته دي؟ مفيش فيه الحته دي. مش في الحته دي. من 186 ل 189 مفيش فيه؟ لا. كنت هتهالي. فهات صفحه 38. برضه حته بيقولوها النحويين، الجماعه النحويين دول جرأه يعني بيجرأوا شويه على الفاظ القران. نعم. في صفحه 38 بتقول قوله بان تاتوا. نعم. خبر ليس. مش كده؟ نعم. والباء زائده. نعم. انت بتستفيد كلمه زائده دي في القران. الجمل لا اقسم لا زائده. نعم. لا امال تأدبا مع الفاظ القران بنقول لا ايه؟ شو لا؟ شو لا؟ ما تقولش زي ده يا جماعه، النحويين ما بيهمهمش. لان كل علم النحو والعلماء النحو بيقولوا لا زائده. نعم. الحرف لا زائده. يقولوا يعني اعرابا. لا 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 بقى احنا برضه كمفسرين ما نقولش لا، مش حاجه زي القران، مفيش حاجه زي ده. انا لو لم انقلها ولو ما كنتش شوف بالخبر ليس والباء زائده لتاكيد النفي، ما دام دايه لعمل بتاكد النفي يبقى زي ده برضه. ده طبعا هو في حاجه بتيجي فيها تؤدي وظيفه تبقى زي ده. انا عندي مثلا عماله في مصنع، كل واحد بيؤدي رساله وله عمل مهنه مهمه بيقوم بيها. نعم. اقول فلان ده زايد عشان جاي بس يا دوبك يقعد لنا على البوابه، طب ما دام قاعد على البوابه يبقى ازاي؟ نعم. مش كده؟ بلاش دي في اي رساله تكتبها ثاني، وحذاري انك تقول حاجه على القران زي ده. استغفر الله يا دكتور، هذا بس لاني نقلتها. ماشي. هنا واحد في القروع في صفحة 39. نعم. بتقول وزاد أبو حيان عباسا. عن أبي عمرو. مين عباس في القروع؟ لا شفته لا في الشواذ ولا في المتواتر. نعم بارك الله فيك. هؤلاء الطرق. طرق. يعني طرق الرواية عن أبي عمرو. وزاد أبو حيان عباسا عن أبي عمرو ولا عياشا. عياش بن أبي ربيعة سيدنا. عباسا. عباس ايه بس محمد الله يرفع عليك، عباس ده لا في القراء الشائع اللي بيقروا قراءة شاذة ولا في القراء اللي بيقروا ايه؟ قراءة متواترة. ايوه انا عارف. يلا ماشي. قول لعله عياش. هات صفحة ايه؟ 43. انت هنا فاكر السطر بتقول ايه بقى؟ حديث ابن عباس الآتي ولم أقف في حديث بريدة على ذكر لأصحاب الصوامع. لعلمك أصحاب الصوامع جاي ورا.
يبين في رواية من الروايات صفحة كام يا دكتور لطفي؟ انت جاي بعد شوية كبيرة. لا لا اقصد الله الصفحة دي صفحة 43. نعم فين؟ 3 دي ولا 2 مش ده 40 غريبة قوي. 40 بعدها 42 في صفحة عندي ناقصة. عندي صفحة ناقصة 42 43. طب فين عندي 41 شيء؟ رقم 4 يا دكتور الأثر. ايه؟ الأثر رقم كام؟ الأثر رقم 3. الأثر رقم 3؟ طيب الأثر رقم 3 اللي هو هنا عندي الصفحة دي والسلام مكتوبة 42 لأن 41 ناقصة الحمد لله مش عندي. طيب ولم أقف في ناقص صفحة هنا ناقصة إذا حطها اكتب عندك بقى ملحوظة مش عارف أنا في الصفحات المختلفة ليه معايا ولم أرد ولم أقف على في حديث الرواية على صفحة 41 خطأ في الترقيم بس أحط خلال 41 دي لاحظة طيب طيب فين 41؟ 41 ده خطأ في الترقيم طيب اللي بعدها 43 و 44 يبقى طب فين 41 خطأ في الترقيم قبلها 40 خليها واحد ايوه خليها راجل اللي قبلها 39 الواحد 41 طيب وصل 42 على طول يا شقه صافي يا دكتور لا في 42 التصوير ولم اكد في حديث بريدة على ذكر لاصحاب الصوامع هو لسه جاء ورا بعد مده طويله لكن انا بقرا هنا بتسيبني ليه ما تعرفنيش مين هم اصحاب الصوامع انا اي واحد يسمع كلمه اصحاب الصوامع انا اعرفش مين اصحاب الصوامع ما قلتش ليه هي جت في الروايه اللي لسه جايه رقم 4 انت تعجلت خدت بالك وقلت ما وقفتش على ذكر من اصحاب الصوامع ما دام انتهى بقى واستعجلت كنت بينت لنا بقى ايه مين هم اصحاب الصوامع الحقيقه ان الرساله فيها مجهود طيب كما ذكرنا في بدء المناقشه والحقيقه الطالب قام بعمل مجيد يستحق عليه الشكر في التفسير بالمأثور لربعين من سورة البقرة من كتاب الله عز وجل ويشهد الله يعني رغم هذه الملاحظات فإن هذا العمل جيد ويستحق التقدير وأقول إن هذا التفسير بالمأثور طراز فريد من أرقى أنواع التفسير طراز فريد سلك فيه الباحث مسلكا طيبا عظيما وبصمات فضيلة الأستاذ الدكتور حجازي المشرف على الرسالة واضحة في التوجيهات واضحة كل الوضوح والأستاذنا الدكتور حجازي رجل مبارك وفاضل في علمه وخلقه ونزكيه ولا نزكي على الله أحدا والحقيقة إننا سعداء بمناقشة هذه الرسالة بصحبة شيخي وأستاذي الدكتور محمد بحيري إبراهيم وهو أستاذنا جميعا أستاذ ليا وللمشرف وللطالب وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الطالب ببحثه وأن ينفعنا جميعا بالعلم بما نقرأ وبما نسمع وبما نكتب والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذه المناقشة الفياضة والتي استوعبت الرسالة والتي إذا ما ضمت إليها مناقشة أستاذنا الدكتور محمد بحيري فالرسالة بهذا تكون قد اكتملت موضوعا وأصبحت في مجال يمكن أن تنتبه به لكن يبقى الحكم عليها بعد أخذ رأي صاحبي الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بحيري وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب فنستأذنكم دقائق حتى نأخذ الرأي على الرسالة وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد بعد أن خلت اللجنة لأخذ الآراء والحكم على الرسالة نحمد الله تعالى أن اللجنة قررت بالإجماع منح الطالب درجة التخصص الماجستير بتقدير امتياز
والله تعالى أن يوفقه ويحبك العلم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله.